حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة على شاشة إكسترا نيوز من العاصمة الفرنسية باريس في إطار زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس وحضوره لقمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد بحضور أكثر من 40 زعيم ورئيس دولة من حول العالم. وحقيقة زخم سياسي حقيقي هنا يحدث في العاصمة الفرنسية باريس، وخصوصية أيضا واضحة على شكل العلاقات المصرية الفرنسية، ودور مصري هام لتمثيل ليس فقط الجانب المصري فيما يتعلق بقضايا المناخ والتمويل العالمي وأهمية الجانب المصري في هذا الإطار، ولكن أيضا الصوت المصري الأفريقي كان حاضر وبقوة خلال هذه القمة. نتطرق إلى أهمية الدور المصري في هذه القمة، وإلى أيضا أهمية شكل العلاقات المصرية الفرنسية وكيف تطورت على مدار الأعوام الماضية، كلها تفاصيل ربما نتطرق إليها وأكثر مع ضيفي الكريم سيادة سفير علاء يوسف سفير المصري هنا في فرنسا. برحب بحضرتك سيادة سفير معنا على شاشة إكسترا نيوز. أولا اسمحي لي أرحب بكم في باريس. العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات تاريخية وعلاقات متميزة في كافة الجوانب، وعلاقات شهدت يعني دفعة كبيرة خلال الست سبع سنوات الأخيرة. يعني لو أقدر أقول لحضرتك إن إحنا كل يوم بنحقق نجاح جديد على صعيد هذه العلاقات، سواء على صعيد السياسي أو الاقتصادي أو حتى الثقافي والتعليمي، فكل يوم في طفرة جديدة وفي احترام أكتر ومتزايد من الجانب الفرنسي للرؤية المصرية. وأثبتت لهم الأحداث إن الرؤية المصرية والمواقف التي عبرت عنها مصر على مدى السنوات الأخيرة كانت مواقف كلها مواقف صحيحة وسليمة ومبنية على تقدير موقف متميز. ده اللي بدفعهم من هم دائما الجانب الفرنسي حريص على التشاور والتنسيق مع مصر في كافة المجالات. كيف ينظر الشريك الحكومي الفرنسي للدولة المصرية ودورها إقليميا وأفريقيا؟ يمكن من خلال تواجدنا هنا يا سيد سفير في فرنسا يعني شفنا أنه الشعب إلى حد كبير ما زال يعني ينبهر بالحضارة المصرية، أعتقد ده ليه علاقة بدراستهم الإيجيبتولوجي بشكل أو بآخر، ولكن تعامل الحكومات وكيف تنظر الحكومة المصرية ودورها في المنطقة؟ أولا هبدأ مع حضرتك من النقطة اللي أثرتيها على الشغف الفرنسي لدرجة الولع بالحضارة المصرية القديمة. هنا حالة من الإعجاب الشديد بكل ما هو مرتبط بالحضارة المصرية القديمة. احنا عندنا حاليا معرض خاص بكنوز رمسيس مقام بقاله 3 شهور، وحتى الآن أكثر من 600,000 زائر لهذا المعرض. فقط عشان يعني أوضح لحضرتك إلى أي مدى الشعب الفرنسي بيكن حب وتقدير كبير لمصر، وهذا لا يقتصر فقط على الحضارة المصرية القديمة وعلى أزمان القديمة، ولكن يمتد كذلك إلى الحاضر. هناك إعجاب بما تشهده مصر من طفرة كبيرة في المجالات التنموية المختلفة. كثير من الفرنسيين الذين يزورون مصر يعودون بانطباعات إيجابية للغاية عما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تقدم كبير. يلفت نظرهم المدن الجديدة، بالنسبة لهم العاصمة الإدارية الجديدة دي نقطة تحول في الرؤية الإدارة المصرية والدور المصري في دفع عملية التنمية ليس فقط في مصر ولكن كذلك في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. ينظرون إلى مصر إنها رمانة الميزان والثقل، العامل الثقل اللازم لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. يسعون دائما إلى التنسيق مع مصر والاستماع إلى رؤيتها. العديد من ملفات المنطقة هي ملفات ساخنة، دائما في هناك تشاور وتنسيق بين الجانبين من أجل محاولة التوصل إلى حلول وتسويات سلمية لهذه المشكلات. يقدرون كثيرا رؤية السيد الرئيس، لذلك
يحرص الرئيس ماكرون على توجيه الدعوة لسيادته لحضور المؤتمرات القمة التي يدعو إليها في موضوعات مختلفة. يعني هذا العام كان عندنا قمة حول تغير المناخ والتنوع البيولوجي في المحيطات، كان في بداية العام وشارك فيها السيد الرئيس، وكذلك العام الماضي كان في قمة عن السودان وقمة عن ليبيا. ودائما ما يوجه الرئيس ماكرون الدعوة إلى السيد الرئيس لحضور هذه القمم والاستماع رؤية سيادته. ولو حضرتك لمستي في قمة الميثاق التمويلي الجديد التي عقدت بالأمس واليوم، إن حضور السيد الرئيس كان بارز جدا، ووجوده إلى جانب الرئيس ماكرون كان لافت النظر. وبالمناسبة أن الرئيس ماكرون الرئيس الوحيد الذي وجه له الدعوة لمأدبة غذاء هو كان السيد الرئيس، علما أن هناك أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة موجودين في باريس، ولكن ده يعكس وده كان فقط للسيد الرئيس، كان الهدف منه الاستماع والتنسيق والتشاور حول الملفات المختلفة. طبعا العلاقات الثنائية بين البلدين كان محور رئيسي في هذه المباحثات، وكان الهدف منها كيفية إعطاء دفعة جديدة لهذه العلاقات المتميزة. على الصعيد الاقتصادي احنا في تطور كبير في حجم الاستثمارات الفرنسية. تسمح لي على الصعيد الاقتصادي، حضرتك الحقيقة ذكرت الكثير من النقاط الهامة جدا اللي بتجمع شكل العلاقات بين البلدين، ولكن لو أتوقف عند الشق السياسي وتحديدا الإقليم، أو خليني أقول أفريقيا، فرنسا متجذرة ولها باع طويل وتاريخي في هذه القارة. كيف شكل العلاقات بين الدولتين وهذا المستوى وهذا التطور الحادث حاليا بين الدولتين انعكس على مدى توافق الرؤى، أو حتى لا يوجد توافق في بعض الرؤى يعني بشكل أو بآخر نظرا لوضع كل دولة، ولكن كيف انعكس ذلك على الملفات الإقليمية المختلفة وتعامل الدولتين معهما؟ كما ذكرت لحضرتك هناك تنسيق دائم ما بين الدولتين وعلى كافة المستويات في تناول الملفات الإقليمية المختلفة. هناك العديد من الأزمات في منطقتنا، والبلدان يحرصان بشكل دائم على الالتقاء والتنسيق والتشاور، ويعملان من أجل إيجاد تسوية سلمية لهذه القضايا والملفات. يعني أنا مش عايز أدخل في تفاصيل لأن هنقعد يعني هيبقى الحديث سيطول، ولكن حضرتك أشرتي مثلا إلى القارة الأفريقية، وكما ذكرتي أن فرنسا لها حضور ولها تاريخ طويل في القارة الأفريقية، وكذلك مصر مرتبطة بالقارة الأفريقية وتعمل من أجل دفع عملية التنمية في الدول الأفريقية الشقيقة. وهناك اتفاق ما بين البلدين على أهمية العمل معا من أجل مساعدة الدول الأفريقية على تجاوز الأزمات المختلفة التي تمر بها، سواء على الصعيد السياسي وطبعا في نزاعات كثيرة، أو على صعيد الاقتصادي والتنموي. مؤتمر تغير المناخ اللي كان عندنا في شرم الشيخ، مصر تبني فيها قضايا الدول الأفريقية وحاولت أن هي تقدم حلول كثيرة من أجل مساعدة هذه الدول على إيجاد انتقال عادل للطاقة المتجددة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وده لن يتاح إلا بتوفير تمويل ميسر لهذه الدول، وربما ده كان أحد محاور قمتنا. حضرتك ليك تصريح في هذا الإطار تابعناه أنه هناك حرص فعلا أنه الشركات الفرنسية حريصة على تحسين وتطوير استثماراتهم بالقاهرة، إيه دور السفارة في ذلك يا فندم لتوصيل كل ما هو جديد من مناخ يمكن تشريعي، من رغبة في من قبل الدولة المصرية لتذليل عقبات الاستثمارات الخارجية في الدولة المصرية، وده أمر هام جدا دلوقتي، ومن الواضح أن رقم جيد لو نقدر نوصفه كذلك الاستثمارات الفرنسية في القاهرة أو مصر. أولا كما ذكرت لحضرتك أن أحد أولويات عملي هنا في فرنسا أن أنا بلتقي بمجتمع الأعمال الفرنسي من في مختلف المجالات، سواء الشركات اللي بتعمل في مصر أو اللي احنا حريصين على أنها تأتي إلى مصر، وبنعرض عليهم في لقاءات ثنائية أو في لقاءات جماعية
الفرص المختلفة للاستثمار في مصر، وعرض كذلك الحوافز وتسهيلات المقدمة من الدولة. والحمد لله ده ساعد على زيادة عدد الشركات الفرنسية العاملة في مصر بشكل كبير جدا جدا، وساعد على زيادة الاستثمارات. وهنا عايز أقول برضو أن هناك التبادل التجاري بين البلدين زاد بشكل كبير. إحنا صادرات المصرية سنة 2022 تجاوزت 2 مليار يورو لفرنسا، ده فيه كان زيادة تقريبا أكتر من 100% عن العام اللي قبليه. العجز التجاري بيننا بقى قليل قوي، وهناك رغبة فرنسية فعلا في يعني الحصول على الصادرات المصرية. عايز أقول لك أن البرتقال المصري مثلا الفترة في الأخيرة كثير من الأصدقاء الفرنسيين بيقولوا لي أن البرتقال المصري من أجود أنواع البرتقال، وموجود بالضبط يعني. وموجود في كل المحلات وأبدوا إعجابهم به بشدة. المنتجات القطنية طبعا مش هندخل بقى في المنتجات التفاصيل ومنتجات الأخرى، ولكن هناك طفرة كبيرة في الصادرات المصرية إلى فرنسا. ونعمل يعني برضو أحد أولويات عملنا بالتنسيق مع المكتب التجاري التابع للسفارة هي تذليل العقبات أمام المصدرين المصريين. نظمت لقاءات كثيرة لجمعيات المصدرين في مصر، سواء الخضروات والفاكهة أو في المجالات المختلفة، مع نظرائهم من الجمعيات المعنية في كل مجال. نظمت لهم زيارات لأسواق، بنعمل على تذليل كل العقبات اللي من شأنها لها تؤدي إلى زيادة في هذه الصادرات. عايزين نثبت أن العلاقة تبادلية زي ما هم مهتمين، إحنا كمان مهتمين على فتح الأسواق الفرنسية أمام المنتجات المصرية. أتحول مع حضرتك للقمة اللي يعني كان حاضر فيها رئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن أجل نظام مالي عالمي جديد، إيه أهمية هذه المشاركة؟ حقيقة أن المشاركة المصرية كانت فعالة، إنجاز هذا التعبير بشكل أو بآخر. رئيس تحدث في جلسة من الجلسات ربما تعتبر من أهم الجلسات للدوائر المستديرة على هامش هذه القمة، وفي الجلسة الختامية أيضا. والحقيقة أنه رئيس السيسي أبرز العمل المصري في هذا الإطار، وأبرز أيضا التحديات التي ما زالت تواجه الدول النامية بشكل أو بآخر. خليني أرجع لنقطة أهمية الحضور المصري في هذه القمة. احنا نتكلم عن زخم سياسي يعني عظيم في العاصمة الفرنسية باريس، أكثر من 40 قائد، مؤسسات عالمية من على جميع المستويات، فكيف شكل الحضور المصري أهمية؟ الحضور المصري كان في غاية الأهمية، وكلمة السيد الرئيس في الجلسة الختامية للقمة كانت موضع تقدير وإعجاب من المشاركين في المؤتمر، سواء من دول نامية أو دول متقدمة، لأن حديث السيد الرئيس كان بيتميز بصراحة تامة، ويعني وضع النقاط فوق الحروف بالنسبة لمسؤولية المجتمع الدولي في توفير التمويل اللازم لمساعدة الدول النامية على تخطي وتجاوز الأزمات المختلفة. التوقيت القمة كان في غاية الأهمية، لأن العالم في مرحلة تعافي من جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، فجاءت الأزمة في أوكرانيا لتضيف مزيد من الأعباء على عاتق الاقتصادات المختلفة، سواء دول نامية أو دول متقدمة. أزمة الديون بدأت تزيد في العديد من الدول، التضخم، التنوع البيولوجي وتغير المناخ بيفرضوا كذلك على الدول المختلفة أهمية إيجاد حلول لكل هذه الأزمات. الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ده أيضا من المجالات الهامة التي كان أحد المحاور الرئيسية في هذه القمة. ما تم الاتفاق عليه خلال هذه القمة أن هناك أهمية لإعادة النظر في النظام المالي العام. المؤسسات التمويل الدولية محتاجة إعادة نظر في أسلوب عملها. حقوق السحب المتاحة للدول النامية يتعين إعادة تخصيصها. بس عذرا سيد سفير، يمكن ما أخذ فيه قرارات حقيقية هي مسألة حقوق السحب.
وتخصيص 100 مليار بالفعل أخيرا، يعني تخصيص 100 مليار دولار للدول النامية بعد تأخر دام لثلاث سنوات. بس وصف بعض المحللين، وخلينا نتطرق إلى هذا الجانب التحليلي، أنه بعض التصريحات جاءت في إطار اتفاق عالمي ربما تخرج كتوصيات، ولكن ما زال السؤال مطروح، وهو سؤال مشروع عن قابلية التنفيذ على الأرض. وده أهم نقطة، ودي التي هي النقطة التي تحدث عنها السيد الرئيس في كلماته في الجلسة الختامية، أن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الدول المتقدمة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه إلى فعلا إلى واقع فعلي، وده لن يتأتى إلا بوجود إرادة حقيقية من جانب هذه الدول من أجل توفير التمويل اللازم للدول النامية. السيد الرئيس تحدث عن تحديات كثيرة لا يتعين مطالبة الدول النامية بتحملها لوحدها، ولكن الدول المتقدمة يجب أن تتحمل كذلك مسؤوليتها، مسؤولية أدبية ومعنوية في مساعدة الدول النامية على الوفاء باحتياجاتها ومستلزماتها. وهي هذه ما يقولون أي وين وين، إن وين وين الكل يربح، لأن الكل سيستفيد من إمكانية تحقيق انفراجه في الأزمات المختلفة. لو قدرنا نحل أزمات الفقر والجوع في العديد من الدول النامية لن يكون هناك هجرة غير مشروعة، وسوف يتم توفير المشروعات اللازمة للدول هذه الدول من أجل توفير الوظائف. لكن إذا لن يتأتى توفير هذا التمويل ستستمر هذه الهجرة وستستمر المشاكل المرتبطة بها، ولذلك يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بحشد التمويل اللازم من كافة المصادر حتى يتم تجاوز هذه الأزمة. بالحديث عن الهجرة غير الشرعية، وهي نقطة هامة جدا كان ذكرها رئيس السيسي خلال الجلسة الختامية، وحديثه عن عدم وجود الأمل في دول النامية بالتالي ستؤدي إلى مزيد من أعداد الهجرة غير الشرعية للدول المتقدمة أو دول الكبرى. خليني أسأل حضرتك يا فندم، من خلال خبرتك في العمل الدبلوماسي، إلى أي مدى هذا الملف هو ملف حيوي وشائك وهام جدا بالنسبة للغرب، ويمكن أن يكون محرك حقيقي للمزيد أو لخطوات على الأرض نأيا بنفسها عن مزيد من الأعداد من الهجرة أو المهاجرين غير الشرعيين؟ هذا موضوع في غاية الأهمية، والغرب ينظر إلى مصر كنموذج لدولة ملتزمة بتنفيذ تعهداتها وملتزمة بعدم خروج أي قوارب للهجرة غير الشرعية من سواحلها منذ سبتمبر 2016. دي أمر الكل ينظر إليه باحترام شديد، ونحن نعمل ذلك احتراما لتعهداتنا، وكذلك حرصا على أولادنا وعلى إتاحة الحياة كريمة لهم. نعمل مع الدول الأوروبية من أجل توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات اللازمة ليهم ومساعدتهم، وكذلك يتم التنسيق مع الدول الأوروبية وتحديدا فرنسا اللي بتشارك مع مصر في إيجاد حلول لهذه المشكلات. المحور الثاني الخاص برضو الذي يكن له الجميع تقديرا كبيرا، إن مصر مستضيفة 9 مليون أجنبي على أرضها ما بين لاجئين ومهاجرين ونازحين، وذلك مصر تقوم به بدون مقابل وبدون وضعهم في مناطق مخصصة لهم، بل بالعكس الكل في فرنسا وفي أوروبا معجب بالتجربة المصرية في استفادة الدول الهؤلاء المهاجرين من كافة المزايا المواطن المصري العادي. الرئيس السيسي أيضا تطرق سيد سفير لمسألة يمكن حضرتك كنت ذكرتها، متعلقة بأنه يمكن أن يكون هناك جانب التمويل على القطاع الخاص أو على الدول الكبرى، ولكن على الدول النامية أيضا التفكير في المبادرات التي تناسبها لتنفيذها. يعني ما ينفعش أمول من غير ما يكون في مبادرة أنا عارفة أنها تناسب هذه الدولة وبالفعل ستحدث فارق. ويمكن دي التجربة المصرية، زي مثلا مبادرة نوفي اللي كان تحدث عنها سيادة الرئيس خلال كلماته. كيف ينظر هذا التعامل غربيا
أقدر أقول العمل المصري بالتمويل الأجنبي لإحداث فارق على الأرض في البرامج المطروحة والمتفق عليها. المبادرة نوفي ومبادرات أخرى زي تكافل وكرامة مثلا، حياة كريمة، الكل في أوروبا يعني بيتابعها باهتمام شديد، إنها بتمثل تغير في أسلوب إدارة الأزمات وإيجاد حلول حقيقية وواقعية ملموسة للأزمات اللي بتمر بها المجتمعات. وأنا في دوري هنا أنا بطلع المجتمع الفرنسي بمختلف مكوناته على هذه المبادرات، ونعمل على زيادة الوعي بأهميتها وأهمية حشد التمويل اللازم لها. القمة من أحد المحاور، أحد النقاط اللي تم الاتفاق عليها في المخرج النهائي، الإعلان الصادر عن القمة اليوم، كان النقطة اللي حضرتك تفضلتي بيها، أن يجب مراعاة الظروف التنموية لكل دولة، وأن كل دولة لها يعني احتياجاتها المختلفة عن الأخرى، ولا يجب تعميم نموذج واحد على هذه الدول حتى تتجاوز أزمتها. بالعكس، يجب ننظر في احتياجات كل دولة من واقع خبرتها ومن راقع رؤيتها هي، والعمل على تلبيتها، ولا يجب فرض أسلوب معين لتنميتها. آخر نقطة في القضايا المصرية الأفريقية، الحقيقة أنه تبنت مصر الكثير من القضايا الأفريقية والأزمات تحديدا، إذا كانت تغير المناخ، الأمن الغذائي، تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. والحقيقة أنه رئيس سيسي خاطب العالم من خلال هذه القضايا، وكانت دائما على أجندة الدولة المصرية في المحافل الدولية. كيف ينظر العالم لهذه القضايا من وجهة النظر المصرية اللي بتنقل بها؟ الكل تابع دعوة السيد الرئيس ونداء خلال افتتاح مؤتمر الكوب في شرم الشيخ، ودعوته لإيجاد لوقف الأزمة في أوكرانيا بالضبط كده، وإيجاد تسوية سلمية من خلال الحوار بين الطرفين، بحيث يتم وقف أعمال العنف، وقف القتال، وإحلال السلام. والسيد الرئيس تحدث في أكثر من مناسبة عن الظروف والتداعيات هذه الأزمة على العالم أجمع. أسعار المنتجات الزراعية تضاعفت، الأسعار الطاقة تضاعفت، العالم كله وليس فقط الدول النامية ولا الدول الأفريقية، العالم كله بما فيها فرنسا بيمر بأزمة اقتصادية كبيرة نتيجة هذا الحرب. لذلك يؤكد السيد الرئيس في كل المناسبات على أهمية وقف هذه الحرب، وإيجاد مخرج لها وتسوية سياسية من خلال الحوار. هذا أمر مقدر كثير، وربما حضرتك تابعتي الزيارة التي قام بها عدد من رؤساء الأفارقة لكل من كييف وموسكو في محاولة أفريقية للتوصل إلى مخرج لهذه الأزمة. مصر من أكثر الدول التي تدعو إلى إحلال السلام وتعمل من أجل استقرار التسوية السلمية في كل المناطق وكل الأزمات. أخيرا، النشاط المصري في فرنسا، حضرتك كلمت عن معرض أثر يهام هنا في الداخل المصري، احنا بنتكلم أيضا أعتقد من أسبوعين تم استرداد قطعتين أثريتين، ونهنئ حضرتك بالفوز بسفير العام في فرنسا أيضا. كيف هو التواجد المصري هنا في الداخل الفرنسي؟ كيف توصفه سيد سفير؟ الحمد لله، التواجد المصري بارز جدا، ونعمل أنا وكل زملائي في السفارة والمكاتب الفنية التابعة لها كفريق عمل واحد، هدفه هو يعني إبراز صورة مصر والعمل على تقديم صورة مشرفة لمصر هنا في فرنسا. حضرتك تحدثتي عن معرض كنوز رمسيس، لكن أنا في حاجتين عايزة أقولك عليهم. الحاجة الأولانية خاصة بالارتداد الأسارة. السيد النائب العام كان مشرفنا من حوالي أسبوعين، وتم، ودي مش أول مرة نستعيد بها أثار، دي تاني مرة. في 2021 استردينا 114 قطعة، هذه المرة استردينا قطعتين كبار، لكن أهمية هذه المرة إن حكم المحكمة الصادر في هذه القضية أقر
بقانون 117 لعام 83 الخاص بالحفاظ على الآثار المصرية. فدي تعتبر سابقة قضائية يمكن الاستناد إليها في القضايا الأخرى التي الخاصة بالقطع الأثرية المصرية سواء في فرنسا أو في الدول الأوروبية الأخرى. وده اللي احنا نعمل عليه ونتابع قضايا أخرى. ومهمتنا هنا هي الرصد أي قطع أثرية خرجت بشكل غير شرعي والعمل على لفت انتباه السلطات الفرنسية إليها والعمل على استردادها بالقانون. ولذلك الحمد لله نجحنا في تحقيق يعني إنجازات كبيرة في هذا المجال. الموضوع الثاني عايز أقولك عليه بخصوص برضو التواجد الحضور المصري، قريبا جدا سيتم افتتاح بيت مصر في العاصمة في المدينة الجامعية في باريس. بيت مصر هو صرح مصري جديد أنا بضعه في نفس المستوى العلامات المصرية البارزة في العاصمة الفرنسية زي مسلة اللوكسور في ميدان الكونكورد. هذا البيت وهو معمول على طراز معماري بيبرز كذلك الحضارة المصرية القديمة سيكون منارة ثقافية جديدة وصرح حضاري مصري لن يقتصر فقط على استضافة طلبة التعليم ما بعد الجامعي هم الماجستير والدكتوراه، ولكن سيكون كذلك مركزا ثقافيا جديدا لمصر نعمل فيه على إبراز الحضارة المصرية والثقافة المصرية للمجتمع الفرنسي. سيد سفير بشكر حضرتك شكرا جزيلا يعني على هذه الاستضافة وعلى التواجد المصري المشرف جدا في الداخل الفرنسي. شكرا لحضرتك فندم. شكرا جزيلا.